صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي شوف تي في مباشرة في مستقبلنا للخضرة والفواكه. الحركة رجعت للسوق بعد عيد الأضحى، يعني كما كتلاحظوا، والخضرة الخالصة، الخضرة الخالصة يعني متناول الجميع. مشاهدينا الكرام مباشرة معكم من سوق الجملة الخضراء والفواكه. رجعت الحركة للسوق، لكن الخضر متناول الدرويش. مشاهدينا الكرام، غادي نقربكم من أثمنة الخضر والفواكه. صباح الخير. هذا سلو. مشاهدينا الكرام، الحياة رجعت لسوق الجملة الخضراء والفواكه. والله لا باغي كمان يعني الجبانة 15 درهم كيلو، طالعة شويه
تبقى هكاك الثمانيه ديال الخضره ما كيكونوش معروفين غير كيديروا داكشي بيناتهم لا مره ما جوج ياكلوا هذا الشيء كيجي غار هذا سلو هذا سلو شحال نحط هذا المشكل هنا كرام سلو 7 درهم الكيلو خضره شويه وخضره شو اللي غالي والله ما عرف والله ما عرفش شو خضره غالي شوف انا كرام بلا ولا انت هذا اللي طول اللقاء عرفت